جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: رجل يعمل في مصلحة المياه والصرف الصحي، وأحيانا يؤذن المؤذن ويكون هو على غير طهارة، أي تلحقه بعض النجاسات، فكيف يصلي؟ يغسل النجاسات ويلبس ثياب طاهرة ويصلي، ولا يصلي عليه نجاسات أو في ثيابه نجاسات، لابد من إزالة النجاسة. ما دام يقدر على ذلك وعنده الماء يغسلها، يغسل النجاسة التي على بدنه ويغسل النجاسة التي على ثوبه، أو يغيره بثوب طاهر ويصلي. نعم.